اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الحامل الاطفال. بص بقى جبت لكم معايا ايه. فاكرين الفراشات اللي جبناها في اسي اس كرييتيف؟ اتفرج عليها في فيديو تاني قبل كده. النهارده بقى هنعملها مع بعض، هوريكم بقى ازاي بتتعمل ونكويها ونطلع بقى الفراشه جاهزه. الله بصوا بقى حجمها كبير ازاي. هنحط بقى الخرز كله هنا بالالوان اللي تعجبني، بعد كده هنكويها. واو بص بقى خلصت الفراشة، شكلها حلو جدا 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 بألوانها المختلفة دي. لا انا عن نفسي عجبتني قوي، قعدت اعمل فيها بقى بالتصميم بتاعي. ممكن تقولي بقى في الكومنتات رأيكم فيها. وبعد كده بقى دلوقتي لسه مخلصناش، احنا بقى هنجيب ايه كده قطعة القماشة اللي هي جاية معاها، بعد كده بقى هنكويها عشان تقدر ان هي تنشف وتكون كلها لازقة في بعض. بصوا بقى بعد كده بعد ما كويناها اهي بقى كده خلصت، ورحت فكاها بقى وكده اتبقت معايا. شفت لزقت كلها في بعض من غير ما اعمل اي حاجه. كل اللي انا عملته ان انا كويت الايه الفراشه وعملتها نفس الوان الفراشه اللي ايه مرسومه معايا في اسياس كرييتيف. وكمان ريحتها كمان جميله جدا زي البيبي باودر، زي ما بقول لكم كريمي كده شويه. فالريحه بتاعتها ممكن بقى ان احنا نعلقها في اوضتنا او نديها هديه لحد من صحابنا، هتعجبه قوي قوي قوي. كانت لعبة فعلا مسلية جدا، واحلى حاجة فينا احنا ممكن نصمم فراشات بالالوان اللي تعجبنا. واو. وبعد كده ممكن نرجع بقى ايه بعد ما نزهق منها نقوم جاي ايه فاكين الخرز ده كله تاني ونعملها من اول وجديد بتصميم مختلف. انا عن نفسي عجبتني جدا جدا لعبة فظيعة، اتمنى انها تكون عجبتكم. بليز قوليلي رايكم ما فيها في الكومنتات، بليز متنسوش انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات لعبة الاطفال. توحشوني اوي يا اصحابي، باي باي.